اقسم بالله وش يا اخي الدليل. ظهر في مقابله رياضيه راكم شفتوا وش صرا كي جات المملكه الطاكوسيه المخزنيه البرتوشيه مملكه الخميسيات المطبعين مع بني الصهيون. نهار اللي خرجوا يستشفوا فينا كي خسرنا في لاكوب دافريك وخرجنا من الدور الاول، جاو يستشفوا والحمد لله دوزيام تور هما ثاني خرجوا وجاو زعما يغنوا ويفرحوا ودايرين كلاكسون وخرجوا كامل كامل في مملكه الزريبه. السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كيف ما شفتوا معنا هذه الكارغوليه هذه عاد فاقت من القلبه، فوقاش سال الكان، شكون دا الكان دات الكوديفوار، وفوقاش تقصات الجزائر، فوقاش تقصى المغرب، هي عاد فاقت من القلبه وقالت لك المروك مملكه الطاكوس خرجوا كيفرحوا بهزيمه المنتخب الجزائري مع موريتانيا. قالت لك ولكن جاءهم رد اقوى من عند القبائل الجزائريه، يعني جميع المدن الجزائريه خرجت فرحانه بخساره المنتخب المغربي. دابا دخلنا عليكم بالله اخوتي، اول مره كنشوف دوله خارجه كتفرح بخساره ديال دوله اخرى. حنا كنشوفوا الناس ملي كيخرجوا يفرحوا يعني المنتخب ديالهم حقق واحد الانجاز، كيخرجوا يعبروا على الفرح ديالهم والمسانده ديالهم للمنتخب ديالهم، لكن عند الكراغله فلا تستغرب، هما خارجين وهاد السيده دي عاد فقط من القلبه وهاد وكتبدل المروك على فمها، لا حول ولا قوه الا بالله. لكن الاخوان انا عارفه علاش خرجات ودات هاد الفيديو هذا، لان وصلوها الميساجات ديالنا بانك ما تحضريش في الكام ديال 2025، كيف ما كتقولي انا مع المنتخب الجزائري ظالم او مظلوم بالدم بالروح، هو اجي المغرب. تحدات لك هاد المره في 2025 ما اجيش للمغرب، واقسم بالله الا طولنا ربي العمر تفرجي عبر التلفاز ونتحداك شتي الطياره واجي للمغرب، نتحداك خوتي العزاز. ما نطولش عليكم نخليكم تسمعوا شنو كتقول، لكن نتوما خليولي شي تعليق في خانه التعليقات في حق هاد كرغوليا بنت الكبرانات. خليكم مع الاخوان ونتلاقاو في النهايه ديالها. بون السلام عليكم وجوه الخير. جيت باش نذكركم برك بلي كاين الوقفه يوم 18 يوم الاحد ان شاء الله 18 فبراير في ساحه لا ناسيون بباريس وفي بورديكس في مارسي بمناسبه احياء الذكرى ليوم الشهيد، وهذه نورمالمون ما نقدروش ننتقدوا فيها بعضنا باسكو هذه حاجه مفروغ منها. اما فيما يخص اللي يحب يخرج، اما تبقى هذه وجهه النظر اللي يحب يخرج ولا لا هذه تبقى حريه شخصيه، فهمتوا؟ احنا درنا نداء الناس اللي تحب بلادها واللي تحترم الرموز تاع الجزائر واللي تحافظ على المكتسبات تاعها واللي تحب ارضها وخيرتها، فهمتوا؟ درنا لهم نداء، اللي يحب يجي مرحبا به، اهلا وسهلا ومرحبا. هذه كيما يقول لك حدث تاريخي وثوري، فهمتوا؟ دونك ماذا بينا نجو كامل. على بالي بلي ما عندي حتى شك ان كل جزائريه حره وجزائري حر، على بالي غدوه يرفد علامه حتى وكان يقولوا له في المريخ، هذه على بالنا بها، ما فيها حتى هضره. شنو نبداو في الدوزيام هنا؟ المهم وجوه الخير، ما تنساوش يرحم والديكم خاصة باريس. ونذكركم ثاني والله العظيم يا خوتي خيركم شفتوا، أقسم بالله وش يا أخي الدليل. ظهر في مقابلة رياضية راكم شفتوا وش صرا كي جات المملكة الطاكوسية المخزنية البرتوشية مملكة الخميسيات المطبعين مع بني الصهيون. نهار اللي خرجوا يستشفوا فينا كي خسرنا في لاكوب دافريك وخرجنا من الدور الاول، جاو يستشفوا والحمد لله دوزيام تور هما ثاني خرجوا وجاو زعما يغنوا ويفرحوا ودايرين كلاكسون وخرجوا كامل كامل في مملكه الزريبه. بصح جاو من رد توت سويت راكم شفتوا 58 ولايه ردينا لهم، كيما يقول لك ضربه مخلوف مخلوفه، توت سويت خرجت 58 ولايه بلا ما تفهمنا. فما بالك هذه في حالة عرسة، فما بالك في حالة حرب. ايماجيني غدوة كاش ما تصرا ولا نديرو اليد في اليد ونجيو على كلمة واحدة ونديرو اليد في اليد. اقسم بالله العظيم المخير اللي يقول لك جبتو مو بالوكفية والله ما يقدر يقدم للجزائر.
كيما هذاك الكاس اللي راه مد الباز ميليتير البني الصهيون ويهددنا فيها، يهدد فينا بها. بالك تغلط، اقسم بالله، غير ما تعرفوش باللي احنا لحمنا مر يا بني الصهيون يا المخازنيه. راكم ما تعرفوش لو كان اي بلاد تتقدم باسم الصهاينه ولا باسم المخزن، اقسم بالله غير ناكلوكم حيين، نبداوكم من اللحم حتى للعظم. على بالكم بلي نولي لكم كانيبال، يقول لك لكل مكيال مكيالين. هذه هي الهضره، اقسم بالله. وانت بالك البرتوشي يا المخازني يا الحمروكي يا اللوطي، بالك تغلط. الجزائر خط احمر، فهمتوا؟ لا عاش من استهزاء بالجزائر، لا عاش من استهزاء بالشهداء، لا عاش من استهزاء بالجيش الوطني الشعبي بالقياده الرشيده، لا عاش من استهزاء بالرئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه عبد المجيد تبون. الويل لكم من تجرأ ونسى نفسه. بالكم، نهضر لكم باللغه اللي حبيتو، بالكم تغلطوا. المهم نعود للموضوع المهم اللي هو النداء لكل الجاليه الجزائريه. لازم نديرو كما درنا في 19 مارس عيد النصر، نهار اللي صدمنا في باري، وكان النشيد الوطني الجزائري قسما يدوي في قلب العاصمه تاع باريس. بياسور العدو الفرنسي الكلاسيكي معروف، هذا ما لازمش نحولنا في رسالة. لذلك ان شاء الله الجاليه الجزائريه تكون بقوه، فهمتوا خاوتي؟ وش تجيبوا؟ كل واحد يجيب الاعلام تاعو، يجيب الاعلام. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. وش راح نقول لكم؟ الجاليه الجزائريه كما تعرفوا دائما واجده. يسمى حنايا بالرغم من اننا زعما متغربين على بلادنا ولا، بصح والله العظيم الجاليه الجزائريه منين تعيط لها الجزائر اقسم بالله دائما معها في السراء والضراء. عمرنا ما قلنا لا للجزائر. لذلك وجوه الخير، نطلب من كل الناس اللي عندها اختلافات، اللي عندها النرجسيه، اللي حابه كلاشي واحد. صحيح خويا منصور العلمه، من بعد نجي لك في تيك توك ناس العلمه، خويا منصور دويبي، فهمتوا خوتي؟ خلوا هذه الخلافات ونجوا من اجل كلمه واحده وهي تحيه الجزائر، لا اكثر ولا اقل، فهمتوا؟ المهم واش راح نقول لكم، بارطاجيو لنا هذا اللايف، وماذا بكم تبقاو ديروا اللايف. مانيش حاب ندير نواظري، مانيش نشوف الاخر، بصح نسيي برك نشوفه، نقرا نسيي نقرا برك ال نكتب اصحاب الفتنه. بارك الله فيك خويا، سورتو اصحاب الفتنه، على بالنا بلي الناس كاين. المهم احنا ما عندنا حتى شك، الجزائر راهي بولادها داخل وخارج الوطن، فهمتوا؟ الجاليه الجزائريه كما قلت لكم دائما تلبي النداء للجزائر. خلونا من هذوك الخوانه اللي راهم في التواصل الاجتماعي، هذوك هما اللي راهم قاعدين يديروا في النميمه، فهمتوا؟ هذوك الخونه والله العظيم، غير هذوك العملاء والخونه والمرتزقه، هذوك اقسم بالله العظيم قاعدين يعسوا فينا خاوتي، والله العظيم. على بالكم كانوا يطالبوا بالخرجه في باريس، كانوا يطالبوا بالخرجه في باريس، اننا هذا الدرابو تاع الزريبه، مشينا الراسه تاعكم منين كانت تمشي وجوه جوه الرخص، فهمتوا خاوتي؟ هذو الناس كانوا يطالبوا بالوقوف، درك نساو، باسكو رانا ديجا عطيناهم رملتين بينا برك، رانا ديجا عطينا لهم الصفعه الاولى. هما همهم الوحيد ان الناس ما تخرجش، وحنا الحمد لله الناس راه عندها وعي وعلى بالهم باللي هذا نداء الوطن يوم الشهيد، فهمتوا؟ دونك لازم ان شاء الله نكونوا بقوه، خاصه في باريس، فهمتوا؟ وجوه الخير. هما راهم يستناو فينا على الدوره برك، يقول لك درك واحد ما يخرج. حنا بربي ان شاء الله نكونوا بقوه كما قلت لكم، ونعاود لكم في 18 فبراير بساحه باريس بلا ناسيون، كاين وحده برك ما يكذب عليكم حتى وحده، وكاين في مارسي، فهمتوا؟ وجوه الخير. حنايا ان شاء الله نزيدو، راهم يستناونا كما قلت لكم على الدوره، نزيدو نعطوهم هذه الضربه الاخرى، نتهناو منهم باش يعرفوا بلي الجزائر ديما واقفه، والجزائر عمرها ما طيح، والجزائر ان شاء الله محروسه باذن الله الواحد الاحد. جامي الجزائر تتقاس مادام ولادها واقفين. خلينا نقراو الميساج.
واش يطلعوا لي كومنتير. المهم ناس باريز على بالي يخرجوا بقوة. حنا مرسياكم على بالكم، مرسي حنا دايرين الولاية 59 ان شاء الله هي من الجزائر، 59 من ولاية الوطن، ما فيها لا خونة لا حركة لا المرتزقة لا العملاء لا والو. الهضرة كاع في باري، المنبع كاع راه في باري، اللعبة كاع راه في باري، على بالكم بيها. نروحوا نروحوا للاخر باسكو خوتي اللي عنده مشاكل مع واحد ما تبقاوش تكلاشيو في بعضكم، على بالنا باللي تقدروا تحطوا النيفو تكلاشيو بعضكم. رفعوا شويه المستوى وديروا الجزائر فوق كل شيء، وقبل الجزائر قبل كل شيء وفوق كل اعتبار. حطوا الجزائر بين عينيكم، حطوا الشهداء بين عينيكم، خلونا من هذوك. حنا كاع بلاد واحده، وحنا كاع ولاد شعب واحد، وحنا كاع بيناتنا الاعلام. سبحان الله، الا ما احترمتوش الاعلام واش راح تحترموا؟ استغفر الله العظيم واتوب اليه. المهم غدا ان شاء الله يوم الاحد باذن الله 18 فيفري في ساحه لا ناسيون، قولها ونعاودها، تبدا 14 سنة اللي بدا راه داير لي في الاخر. اي تبدا نورمالمون 14 دقيقه برك، نجيب الورقه برك تاع برك اللي كتبتها في واحد الكايي غير تاع تاع بكري تاع العلوم والرسم. نورمالمون 14 غير بارك الله فيك خويا بولي بولي. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نورمالمون 14 تبدا 14. حنا قالوا لنا زو سوايع برك، قالوا لنا حنا في مارسي قالوا لنا زو سوايع 14 قال من زوج ونص حتى 16:30. المهم خاوتي، المهم اني قلت لكم احنا رانا جايين باش ندافعوا على بلادنا مادام رانا حيين، فهمتوا؟ ولازم التاريخ تاع الجزائر نرسخوه في كل اذهان الجيل، ولادنا ولاد ولادنا، مانيش عارف انايا، كامل كامل كامل. المهم للجيل الصاعد وخلاص، باسكو على بالكم باللي ما تقدرش تعيش بلا تاريخ، من المستحيل تقدر تنحي التاريخ تاعك، فهمتوا؟ لذلك لازم على بالكم بلي فرنسا راهم يديروا كلش باش يطلعوا جيل تكون ما عندوش الذاكره، وكما يقول لك الذاكره التاريخ ذاكره الشعوب. هذا الجيل اللي حبوا يجيبوه لنا دوك بدون ذاكره، وحابين ينسيو كاريمون ينساو بلادهم، فهمتوا؟ لا ذاكره، ويكرهوهم خاصه يكرهوهم في الجزائر. هذو هما اللي هذا هو الهدف، هذه خريطه الطريق تاع فرنسا. هذو هما اللي حابين فريمون ينسيو التاريخ. سي بور سا هذا اليوم راهو يوم تاريخي، يوم شهيد 18 فبراير. اللي ما على بالوش يولي على بالو خوتي. محمد من بغيت تشوف راني بعت لك طلب في الفيسبوك، والله العظيم راني طلب في الفيسبوك راني نشوفهم بصح بون ما نشوفش بزاف باش ما نكذبش عليك، باسكو ما نقدرش نريبوندي لتو موند، نحاول نريبوندي برك. المهم بارك الله فيكم الناس اللي راهم يتابعوا فينا. ان شاء الله مور 18، مور 18 ان شاء الله تكون عندنا اون بون نوفيل ان شاء الله. المهم خاوتي ما نطولش عليكم، درت لكم هذا التدخل برك باش نقول لكم باللي لازم نحضروا ان شاء الله 18 فيفري ان شاء الله في مارسي وفي باريس ان شاء الله. وهذوك الناس اللي راهم دايرين في لي ريزو سوسيو كيما قلت لكم راهم قاعدين يكسروا هذوك جماعه ال 106 تاع عبدو سمار، وال 106 تاع المازدا، وشطحت العيون تاع واش سموه هشام عبود، والكلب بن الكلب المسخ الديوث اللي بايع الشرف، وكان يصور في المؤخرة تاع مرتو.
الكلب الرخيص الكبير حشاكم تاع بنزديره، والله شوفها بالزيره مانيش قعدت لك برك، اقسم بالله ما راني قعدت لكم، بصح راني جايتكم مور 18 مارس ان شاء الله نعاود نرفدوا الكلاش ونبداو نتيري عليكم بالواحد ديال الخوانه، فهمتوا؟ وكاين الناس برك اللي راهي من في الجزائر ثاني راهي تكسر، كاين خوانه من في الجزائر اللي راهم يكسروا ويطلعوا مع هذو الكلاب ويديروا معاهم منهم هذاك المهم كامل كامل. المهم تحيه الى كل شعب جزائري من 0158، تحيه الى الجيش الوطني الشعبي باسلاكه 3 جو بر بحر، تحيه الى الدرك الوطني. خوتي العزاز كنتمنى تكونوا علقتوا قبل ما تفرقعوا لي باللايكات، بغيت اوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم باش يعرفوا بان الكرغوليه دي مازال عاد فاقت من الناس، لا حول ولا قوه الا بالله. اللي باقي ما اشتركش معنا اخوان ما فيها باس، برك على زر الاشتراك باش يوصلك ديما الجديد ديالنا. شعارنا الله الوطن الملك ديما مغرب.